جنون. حامد صلاح محمد. عمرك 65. ساكن فين؟ ساكن في الجيزه واساسي من شهر. انت متزوج ودلوقتي عايش في الجيزه؟ طيب متزوج طبعا؟ مخلف شهر. ما شاء الله اصغر وعنده كم سنه؟ 15 سنه. تشتغل ايه؟ عامل بقول كنت بشتغل شغال في محل جوتو. وانا جيت مصر اشتغلت عامل. طيب يعني طبعا الاثنين فيهم ايه؟ فيهم الريتيشن، يعني الاثنين بيتعرض فيهم لبوليوشن فممكن يحصل له ايه؟ الريتيشن طبعا. طيب بتشرب سجاير ولا حاجه؟ من 40 سنه. من بتشرب كام سيجاره في اليوم؟ 35 سيجاره. يعني هو حد ايه هيفي سموكر كمان؟ بتشرب اي حاجه ثانيه؟ لا. طيب ايه شكوى حضرتك؟ الوقت اللي دخلت المستشفى اصعب حاجه كانت الشنافات معاك. طيب ده بقى لهم قد ايه زايدين عليك؟ اسبوعين. طب احكي لي بقى القصه، يعني اخر مره كنت سليم فيها امتى؟ اخر مره 30 سنه. ايه اللي حصل من 30 سنه؟ صحه خفيفه. يعني اول حاجه بدات معاك صحه؟ جت مره واحده ولا بالتدريج؟ جت واحده واحده. وبتزيد مع الوقت ولا بتقل ولا ثابته؟ بتزيد. بتزيد لما بتيجي على طول. طيب ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ الحاجات الوحشه والسمك كلها. طب بتقل بايه؟ لما تاخد علاج تتحسن شويه. بس. طيب حصل معاها حاجه تاني؟ حصل. بعديها كرش نفس بعديها سنه. طب الكحه دي كانت ناشفه ولا كان معاها بلغم؟ معاها بلغم. طب البلغم ده كميته قد ايه؟ ابيض حوالي نص كوبايه. ولونه ايه؟ لونه ابيض. ليه ريحه وحشه ولا حاجه؟ لا ماليش. ليه وضع معين؟ لا يعني بيزيد على جنبك اليمين الشمال لما تميل لقدام؟ لا ماليش. لما ومالوش ريحه وحشه ولا حاجه. طيب حصل بتقول بعديها بعديها بقد ايه حصل كرش نفس؟ بعديها بسنه كرش نفس. بعديها بسنه حصل كرش نفس، جت مره واحده ولا بالتدريج؟ لا واحده واحده برضه. انتم ملاحظين اي حاجه بوست بقى ولا اناليسيز؟ طب بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي ثابته؟ بتزيد وانا قاعد كاتشنا. طيب بتنام على كم مخده؟ دلوقتي 2. لو شلنا من النوم مخده؟ طبعا ما بستعمل. طيب حصل حاجه ثانيه بعد كرش النفس دي؟ طبعا معاها ما تزيد. التزييد ده بيروح ويجي ولا مستمر؟ ده بيروح على طول، زمان كان يروح ويجي. طب خلاص كده الرباعيه اكتملت، واحد عنده كف واكسبكتوريشن فولود باي ديسنيا وبرزستنت ويزيز، يبقى الحاله فيها ايه؟ دي حاله طبعا دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب يعني بعد الشر عليك تحريق دم ولا حاجه؟ خلاص نو هيموبسيس. اسال على الحاجات اللي مش موجوده بقى ساينوزس رقيت؟ لا نو ساينوزس. طبعا ده بالهيستوري الاكزامينشن مهم. كونستيتيوشنال مانيفستيشنز هقول له جالك سخونيه، جالك عرق بالليل، فقدان شهيه؟ لا نو توكسيك او كونستيتيوشنال مانيفستيشنز. هسال على السيستميك فينس كونجيشن مهمه؟ مهمة؟ مهمة عشان قرب المنال. هسأله رجل حضرتك ورمت ولا حاجة؟ آخر 12 سنة جنب اليمين وجعني وبعديها رجلي ورمت. طبعا جنبه اليمين وجع، وجع عامل ازاي يعني؟ وصفه لنا. وجعني زي تقل كده. ده ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله؟ طبعا المجهود اللي هو بيزوده. المجهود. طيب وبتقول مع رجلك ورمت كمان؟ رمت الاثنين لغاية الرمت. بتاخد له علاج ال رحنا المستشفى طبعا عملوا لي كل حاجة، أشعة، سيب، بتاع الجنب، بتاع بيقولوا إيه؟ بيقولوا دول علبه الدواء عليها الحصان. ده اللي هو الانوكسين، ده هو ديجيتاليس يعني. لا طبعا هو ديجيتاليس مع كور برمونال ما يعمل ايه؟ ولا يعمل اي حاجه. ولا ليه لازمه اساسا يعني. عشان كده ما اتحسنش. طبعا راح المستشفى تاني بقى وادوا له فلوزامايد، ادوا له لازكس، بدا يتحسن عليها. دي بدات تخف شويه، لكن الشاهد عندنا هنا دي حاله سي او بي دي كومبليكيتد باي كور برمونال. طيب نكمل باقي السيمتوماتولوجي. ها عندك الم في صدرك؟ طبعا ده من كتر الكحه. ألم مع الكحة، لكن هو بيقول لك إيه؟ ألم من الكحة، عامل إزاي الألم وبيجي فين؟ زي تقل. بتاخد له قرص تحت اللسان ولا حاجة؟ لا ده مش أنجينا البين، ده إيه يا جماعة؟ ده إيه؟ دوت عبارة عن سترين، ماسل سترين نتيجة الكورونيك كف. نسأله على البريشر مانيفستيشنز، عندك صعوبة في البلع، صوتك اتنبح ولا حاجة؟ طيب نسأل على الأذر سيستمز، عندك مشاكل مثلا في الأعصاب؟ لا. بيجي لك الإحساس قل أو في ضعف في أي حتة في جسمك؟ لا. في وجع في بطنك غير اللي أنت قلته؟ إسهال، إمساك، أي حاجة؟ مفيش. طب بتاخد أدوية لأي حاجة تانية؟ عندك أي أمراض مزمنة أخرى؟ آخر 10 سنين محجوز مرة عن مرات، طبعا كده جابوا سكر. مرة محجوز المستشفى عملوا تحليل طلع عنده سكر. الدكتور يعني خد كوره الهايبوجلايسيميا ما نفعش برضه ما تحسنش عليها فمشوبه على انسولين لغايه دلوقتي. تمام. طيب عندك اي امراض ثانيه في مثلا حجزت المستشفى صدر جات لك بالهازيا وانت صغير؟ عمري 30 سنه طبعا وكان في دم في البول. زمان كنت تسمع الراجل تطمنت انا خدتها. هو بيقول لكم زمان كان عندي دم في البول فراح للمستشفى عملوا له لما جه برضه البرشام خدت مرضين. قلت له حقن اسمها تارتر ايميتك زمان وبعد كده لما طلع البرازي كونتين الاقراص خد اقراص يعني في هيستوري كمان وفي اوبل هارزيزس. خدت نقل دم ولا حاجه؟ دم. طيب في اي في عملت عمليات؟ عملت بايز من 15 سنه. عامل بواسير من 15 سنه، طب ايه علاقتها بالموضوع؟ كرونيك كف. يعني السبب بتاعها هو الكرونيك كف، يعني سيمبلي كده سيمبلي الحاله دي ايه؟ ها كيس اوف بايلاترال لانج ديزيز.
most probably COPD due to chronic irritation by smoking weed, occupation بتاعته is compensated but complicated by a poor pulmonary دوت طبعا primary diagnosis كده من الهيستوري بس. تعالوا بعد ما خدنا كده هيستوري تعالوا بقى نعمل له general examination. رايح عم نعمل نسيت يا جماعة اي عام بعمله general examination في اربع حاجات انا بعملهم من غير ما المس العيان تماما. اربع حاجات بعملهم من غير ما المس العيان تماما. اولا انا واقف كده بعيد اهو بعد اربع حاجات وانا بعيد بعلق على الجنرال كونديشن، بعلق على المينتاليتي، بعلق على البيلت بتاعه وعلى الديكيوبيتس. اولا الجنرال كونديشن انا داخل ماشي على جنوب بيتكلم معانا وحد لذيذ كده هتقول لي ايه افريج جنرال كونديشن. ها كمان عشان تعلق على المينتاليتي ايه رايك هو بيدينا هيستوري رايك المينتاليتي بتاعته مش هتقول لي حلوه هتقول لي كومنت هتقول ايه بقى هتقول بيشنت از فول كونشس اند كريتيف فايند بليس اند بيرسونز از جود ريمون اند ميموري از كوبراتيف وذ افريج انتليجنسي. طب عايزين نعلق على البيلت احنا شايفين ان هو اوفر بيلت شويه ها عايزين نعلق على الديكيوبتس هو رفع السرير على الاخر وحتى في الهيستوري ها في الهيستوري مش قال برفع المخدات يعني اذا هو عنده اورثوبنيا. اربع حاجات انا بقولها افريج جنرال كونديشن هقول الجمله اللي احنا حافظينها بتاعت المينتاليتي هعلق على البيلت هعلق على الديكيوبتس بعد كده همسك بقى الفيس اكزامينشن بتاعه ها من فوق لتحت ومش عايز ان وشه نخليها معايا انا هتبص على الفيشال ابييرنس. ايه الفيشال ابييرنس تقصد ايه يعني؟ هل هو واخد سبيسيفيك فيتشر؟ احنا شفنا حاله مثلا الميكسيديما لما تيجي تبص عليها هل ليها سبيسيفيك فيتشر؟ هتقول عليها دي عندها ميكسيديميتاس فيس عندها بلوتد فيس عاده الكوشنج مثلا تقول لي عندها مون فيس بتاع الباركنسونيز اللي كلنا شفناه هنقول عليه ماسك فيس يعني دي حاجات سبيسيفيك. المريض راسيو دي ما عندوش السبيسيفيك فيتشر ده لكن ربما يكون بص بيعمل ازاي بيعمل كده لو بيرسنج ليبس ايه الفكره بتاعتها؟ ان هو بيشغل الاكسسوري ماسلز بيزود الانترا برونكيال بريشر فدي ممكن تلاقيها تقول لي ان هو بيشغل اكسسوري ماسلز تعلق على الهير لاين نورمال هير لاين نو ويستنج اوف تمبوراليس نورمال رينكلينج اوف فرونتاليس نو لوس اوف اوتر ثيرد اوف اي براو قولوا لي اربع اسباب ها؟ ميكسيديما ارتفيشال فاميليال ها؟ دول اربع حاجات كمان البافنس اوف ايليد مهم لو في بافي ايليد تفكر في كرونيك كافه نيفروتيك ونيفريتيك ميكسيديما سوبرينا كافه اوبستراكشن روما انفلاميشن الرجيك اديما تمام تبص ماشي تمام تبص على الجوندس بص على الجوندس فين بص على الجوندس فين المفروض يعني لما ابص في الاسكليرا بص انا اقول لكم حاجه اقول لكم اللي بيتعمل اللي بيتعمل يعني في العالم كله حاجه واللي احنا بنعمله حاجه ثانيه بص احنا عارفين ايه اسمع اللي اقول لك عليه احسن مكان لرؤيه البالور في العالم كله هو الكونجكتيفا فالكتب الاجنبيه تقول لك ايه تقول لك اسك ذا بيشنت تو لوك اب فور بالور خليه يبص لفوق فانت تفضي الكونجكتيفا عشان تشوف مين ها البالور وتخليه لوك داون عشان تشوف الاسكليرا من فوق تشوف مين ها تشوف الجوندس ده الصح ده الكلاسيكال لكن جاره العاده احنا كمصريين دايما نقول لك ايه بص لفوق نو جوندس فاهم يعني كاننا بنبص على الاسكليرا خالص انا مش بعقد الامور ولا حاجه لكن عشان لو حد قال لك هتشوف فين لو قال لك هتشوف الجوندس في العين من فوق ولا من تحت الاسكليرا من فوق ولا من تحت طالما سالك يبقى هو عارف هنشوفها منين من فوق يعني الاصل ان انا اقول له بص لايه هبص لتحت وتشوف حضرتك الاسكليرا فاهمني ولا ايه هبص على البالون في الانر اسبكت اوف لور ليب هشوف السنترال سيروز تحت لسانه هشوف الاورال هايجين هبص على الفيس لو في اي سكار انت عارف لو في اي سكين راش ولا حاجه اي بيجمنتيشن لازم طبعا نعلق عليها كويس تمام يبقى دوت كده نقطه مهمه اللي هي اسمها فيس اكزامينشن ننزل لجزئيه ثانيه اهم اسمها نيك اكزامينشن ونتفق على حاجه اذا طلب منك نيك اكزامينشن في اي وقت من الاوقات النيك اكزامينشن على فكره ده سؤال اوسكي لوحده اوريجينال اكزامينشن ده سؤال لوحده كده يقول لك اكزامين نيك اكزامين نيك خمس حاجات 3 تيوبس و2 جلانس ال 3 تيوبس اللي هم النيك فين ده اهمهم وعندنا النهارده ستيشن كامله عشان النيك فين ومعانا الكاروت الارتري وكمان التراكيه تعالى عشان طريق خد اي شنطه خلاص يا دكتور طب هنعمل ايه؟ اي شنطه؟ طب اتاكدي كده ها يبقى هنعلق على ايه؟ هنعلق على نيك فين
وعلى على الكاروتيد ارتري وعلى على التراكيه وبعدين على على الثايرويد جلاند اللي احنا خدناها امبارح التوصيل وكمان على على مين؟ على الليمف نودز فدي اسمها نيك اكزامينيشن. طبعا النيك فين مهم قوي هنقعد نتكلم عليها تفصيلا النهارده وعندنا حاله اصلا جايبينها مني فور نيك فين. اللي عايز بس اقوله لحضراتكم ايه؟ اللي هقوله ايه؟ لما تيجي تعلق على نيك فين في واحد عنده سي او بي دي، واحد عنده سي او بي دي هتيجي تعلق على النيك فين، بص بص عليها كده تعالى لما تيجي تبص على النيك فين ها وهو بياخد نفس وبيخرج نفس هتلاقي وهو بيخرج نفس النيك فين بتبلى. كلكم هتشوفوه على فكره. دي اسمها اكسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين. انا مشكلتي السي او بي دي مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن؟ بيحاول يعصر قوي عشان يعرف يخرج هواء فالبريشر جوه بيحصل له ايه؟ بيزيد. فايه اللي يحصل في النيك فين هنا؟ يبقى لما تيجي في حاله سي او بي دي وتعلق حاله انفيزيما تعلق على النيك فين هتقول لي اكسبيراتوري فيلنج. امال هي نورمالي مع الانسبيريشن يحصل ايه؟ ومع الاكسبيريشن ولا حاجه ماشي. طيب لو انت جيت مع الانسبيريشن ما حصلهاش حاجه او سكر فينا كافر اوبستراكشن او في كونجيشن رايت سايد هارت فيلير. طب السؤال ده بقى للناس الشاطره، لو مع الانسبيريشن اتملت انسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين شاطر اسمها كوزمول ساين بتحصل مع مين؟ بتحصل مع البريكارديال ديزيزز بريكارديال افيوجن او كونستريكتد بريكارديتس. تمام؟ يبقى انا بعلق على النيك فين، طبعا هناخد النيك فين بالتفصيل كمان. اعلق على الكاروتيد بالسيشن، ادخل اشوف الكاروتيد بالسيشن بالطبع كده، ادخل كده هنا مره ماشي. عايز اعمل الناحيه الثانيه، ادخل بالطبع والناحيه الثانيه واشوفها ماشي. كمان هعمل التراكيه. اقعد لو سمحت حتى الصوت السد ولا حاجه ولا لا هنبيع لا مش هنبيع دلوقتي برضه هنحط عليها حاجه نحط احنا عليها حاجه في التسجيل مثلا انا هنسمع من الصوت. طيب ماشي التراكيه اهو هاي ادي سنترال تراكيه. عايز افحص الثايرويد لف كده وابص لهم لف كده وابص لهم ازاي بس؟ طب خلاص احنا هنعملها في حد تاني هنعمل الكلام ده نعم مو تاني. طب نيجي للابر ليف اكزامينشن هنعمل كومنت على البلس. بص عشان تعمل كومنت على البلس لازم تعمل كومنت في السبع نقاط اللي هم الريف والريل والفوليوم والايكواليتي ان بوث سايدز من ناحيه الفوليوم لو في سبيشال كاركتر الكونديشن اوف بلاد فيزلز والبريفرال بلسيشن. بص ماسكه ايدي انا السيركل ذا بيشنت هاند كان عند الريست واستخدم الثلاث اصابع دول حطهم على الراديال ارتري واعمل ريلاكسيشن هنا شويه وتخلي ايد العين شويه برونيزل ما تبقاش صغيرين كده. ها دي الستاندرد دي الطريقه الصح وتحاول تقعد تلعب الثلاث صوابع دول لغايه لما تيجي للماكسيمم ايه؟ الماكسيمم بوينت بتاعتك وتبدا تعد الباص. ها ده الكلام اللي مطلوب منك يعني لما يجي لك سؤال اوسكي كده كومنت اون باص امسك المسكه دي. انا عايز اقول لكم ان انت لو شفت حد مثلا اجنبي بيشتغل حتى في الزماله هتقول للناس ها ايده كده جنبه وانت بتيجي ايدك الشمال تحسها كده بس وخلاص وتعد الباص وخلاص. لكن احنا جاره العاده عندنا ايه؟ احنا هنعمل ريلاكسيشن بقى لكل العضلات اللي حواليه ونمسك كده وايده لفه كده شويه ونبدا نعد. يفضل انك الاول تشوفه ريجولر ولا ايريجولر؟ لانه لو كان ريجولر عد في 15 ثانيه واضرب في اربعه. لو كان الريجولر لا عد لي حضرتك في ايه بقى؟ في دقيقه كامله. لما تيجي تعد تقول لي مثلا 75 بيتس بير مينت ريجولر انا حاسه قوي تحت ايدي اسميه ايه؟ بيج فوليوم. بيج فوليوم يعني قوي تحت ايدي. اقارن الناحيتين ببعض ايكوال ان بوث سايدز الناحيتين زي بعضهم اهو ايكوال ان بوث سايدز ايكوال من ناحيه الايه؟ الفوليوم. ادور على سبيشال كاركتر مهمه مشهوره جدا السبيشال كاركتر اللي هنا هي الووتر هامر بالس. هو الووتر هامر بالس يعني ان في بيج فوليوم. مش احنا دايما ممكن نشرح لكم البالس المحاضره النظري الشهيره بتاعته بقول لك دايما بنحب الراديال ارتري ليه؟ عشان هو سوبر فيشيال واجينست بون يعني بزنقه في العظم. طب ليه بنزنقه على العظمه عشان نحسه كويس؟ عشان العظمه مش هتمتص البالسيشن بتاعته. طيب كوني هنا حاسه عبر السوفت تيشو يعني هو الارتري ماشي اهو فالبالسيشن بتاعته يمكن من 50 ل 70% منها بيحصل لها امتصاص عن طريق السوفت تيشو اللي هنا. فكوني بحسه عبر هذا السوفت تيشو يبقى الفوليوم عامل ايه يا جماعه؟ عالي. عشان كده البيج فوليوم دايما معاها ايه؟ معاها ووتر هامر بالس. فاهم الفكره ولا لا؟ بعد كده اشوف الفاسكولار وول نورمال كونديشن اوف بلاد فيزلز ما عنديش اثروسكلروزس وانزل تحت هنا شايفين حضراتكم لما يرفع صباع رجله الكبير ده كده في تندون بيظهر هنا تندون اوف اكستنسور هارشز لونجس جاست لاترالي بحس مين الدورسالس بيدس اهو بص هنا شايف ثلاث صوابع كده على النافيكولار بون.
طيب ال posterioretibial just behind and the blue medial malleolus against the calcaneal bone كده. يبقى احنا بنشوف ال anterior circulation ال dorsalis vidus وال posterior circulation ال posterioretibial artery. على فكرة دي نقطة من ضمن الكومنت على الرأس. تمام كده؟ بعد كده بتشوف طبعا تقيس البلاد بريشر، تشوف الهاند اكزامينشن، شد ايدك قدامك كده يا عم حاج، شد كده جامد. ها بص ايه اللي بيحصل ده، في تريمورس. ايه تريمورس دي؟ بياخد بيتا 2 اجونست، بياخد سالبيوتامول. ها فده بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا التريمورس اللي موجوده دي. دي على فكره مش الفلابنج بتاعت الريسبيراتوري فيلير خالص. ها ندور كمان، مفيش عندنا بالمر اريثيما، مفيش اي نوديولز، مفيش سبلنتر هيموريج، حتى يعني ما عنديش كلابنج. لو عايز حتى اتاكد يعني خليه يعمل ويندو كده. هو في ويندو، طالما في ويندو يبقى نو ايه؟ هيبقى نو كلابنج. طب ده مريض سي او بي دي، لو لقينا عنده كلابنج فكر فيه ان هو اسوشيتد معاه برونكيكتس او يكون دخل فيه برونكوجينيك كارسينوما. تمام؟ علق بقى على السكين، علق كمان على على الجوينتس لو عايز، يعني ابدا اتكلم على الهاند حتى لو حاجات مش موجوده. هتقول لي نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا، ما انت كنت بتوصف حاجه نو مش موجود. نو بريفرال ساينوز، يبقى انت عارف ان البريفرال ساينوز يعني نو سبونينج اوف نيري، يبقى انت عارف يعني ايه سبونينج اوف نيري. نو ليوكونيتيا، نو وايت نيرز، يبقى انت عارف يعني ايه وايت نيرز. نو مثلا اوزلس نوديول، نو سبلنتر هيموريج، نو جينوي ساين، نو سبكتينيس نوديول، يبقى انت فاهم انت بتدور على ايه. مش بالضروره لما يقول لك افحص ريجن معينه او منطقه معينه تبقى الحاجه دي موجوده، ممكن تبقى مش موجوده خالص. ما انت كونك بتقول نو كذا يبقى انت عارف اذا كانت موجوده ايه. اللور ليمب يهمني فيها حاجتين، الايديما. ببدا ادور على الايديما في الموست ديبندنت بارت جاست بيهايند اند بلو ميديال مالولاي. هنا ليه دوت الموست ديبندنت وفي نفس الوقت هو في لوس كونكتيف تيشو؟ يعني اقدر ايه؟ اقدر اعمل ديتكشن للايديما فيه لما ارفع ايدي كده. اه فعلا في شويه ايديما. ها لقيت، اطلع على الدورسم او اطلع على الشافت اوف تي في وادوس كده لمده نص دقيقه. ها وبعدين برفع صباعي. ها ممكن تلاقي لو لقيت في نقره كده يبقى في بيتنج قديمة. لو في تطلع كمان، لو في تطلع كمان، لو في لغايه الركبه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل بنشنج للسكن، تعمل بنشنج للسكن. طب فرضا يا دكاتره، واحد انا متوقع ان هو عنده لور ليمب قديمة وجيت افحص ما لقيتش لور ليمب قديمة. ها ايه التفسير بتاعك؟ ليه تفسيرين. التفسير الاول يكون هو بيد ريدن. ها فاجئ ادور عليها فين؟ ادور عليها في الباك، شوف السيكرال القديم ده تفسير. التفسير الثاني، التفسير الثاني ان هو يكون بياخد دايوريتك زي العيان ده، فبالتالي مش ظاهر عنده حاجه. وخلونا نتفق، لو سئلت افحص القديمه سواء لقيت لور ليمب قديمه او ما لقيتش لازم تفحص الباك. لو لقيت تفحص الباك ليه؟ اشوف الاكستنشن وصل لغايه فين. طب لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ لا لانها ربما يكون عنده ايه بس يا جماعه؟ ربما يكون عنده بس سيكرال قديمه. واضحه المعلومه؟ طيب ده كده بالنسبه للنقاط المهمه في الايه؟ في الجنرال اكزامينشن. نيجي بقى لا ده كده عليك، تيجي على الموست ديبندنت بارت وتضغط عليها كده شويه. طيب يا فايكسين انت برضه تلمس كام فلابنج؟ يعمل فلابنج الهايبر كاب، يعمل الفوكس هايبر كاب، هيعمل كلابنج كده. الفوكس لوحدها دي اسامي عندي، لا ده سببها وش كده سلبيتهم مش عارف. ممكن تبقى سينيريتي، ده الديفرنشال دايجنوز بتاعها صح، يعني ممكن التريمورس يبقى سببها سينيريتي كمان صح. معاك مليون في المية. ده بالنسبة للجنرال. نيجي بقى للكلام المهم، اللوكال تشيست اكزامينشن. دايما كالعادة أنا ببدأ من هنا من عند رجل العيان كده وببص هنا تانجنشنال، هما الناحيتين زي بعض يعني سيمتريكال تشيست. اجي من الجنب هنا واشوف الانتروبوسيو دايمتر. احنا طبعا ملاحظين قد ايه الانتروبوسيو دايمتر كبير مقارنه بالترانزفيرس دايمتر. ده معناه ان انا عندي بارل شيبد تشيست. كمان عندي وايد سب كوستال انجل، هنشوف هنعمل بركشن وايد انتر كوستال سبيسز ترانزفيرس ريبس. لما يقف دلوقتي ونشوف الباك هتلاقي عنده شويه كيفوزس. يعني الدنيا كلها بتقول ان احنا عندنا ايه؟ ها ان احنا عندنا بارل شيبد تشيست. بعلق نمرة 2 على الريسبيراتوري موفمنت عشان تعد الريسبيراتوري ريت عشان العيان ما يقعدش يلعبك. امسك ايد العيان كانك ايه؟ الباص، بس عيني على مين؟ على الريسبيراتوري موفمنت. وشوفهم قد ايه بقى؟ كام سايكلز بير مينت. ولاحظ هنا البيشنت ده تقريبا الحركه كلها جايه منين؟ يعني التنفس بتاعه مينلي ابدومينال. نمرة 3 تشيست وول او سكين، نو تشيست وول ليجنز، نو سكارز، نو دايليتد فينز، نو بيجمنتيشنز. نمرة 4 بلسيشنز، هشوف الابيكال بلسيشن. بص مش لاقي حاجة، حط ايدي حتى مش حاسس حاجة.
اجيبه على جنبه الشمال يعني على خفيف قوي او ما انتش حاسس. انت ممكن تقول absent apex وعندك تفسيرك ايه absent apex ليه؟ لانه عنده ايه يا جماعه؟ لانه عنده انفيزيما. اوكي الابيجاستريك بالسيشن من الحاجات المهمه. لو سمحت وقف نفسك. طبعا انا شايف الابيجاستريك بالسيشن حاجه مد ايدي عليها كده وانا بيتالم فانا مش لازم اضغط جامد يعني. هو اصلا بيتالم عنده تندرنس هنا ده معناه ان الليفر ايه؟ كونجستد. فهو عنده كونجستد ليفر والسبب بتاع الكونجستد ليفر ايه؟ هو الكور بالموناري. وهو عنده كونجستد ليفر علشان عنده ايه؟ علشان عنده كور بالموناري. ماشي الحال؟ بعد كده بنقعد العيان ونشوف التراكية هنشوفها باي انسبكشن ثم باي بالبيشن. نعم انا مش عارف احسب اقول تن اقول فيها تن بس مش عارف احسب لكن هي اكشوال لما كانش عامل تن بس انا بحسها جاي من فوق من الرايت فنتريك. اقعد من فضلك كده وبص لهم طب نزل يا دكتور عشان بس نشوفها وبعدين ايوه كده كويس. ها نيجي نبص على التندونز الناحيتين بتوع السنو والمستويد الاثنين في نفس الليفل. عايز اتاكد هدخل بالبالبيشن هدخل كده ادخل كده مره والف صباعي وادخل كده. كوني دخلت هنا زي ما دخلت هنا التراكيه ايه؟ ها سنترال. طب سنترال تراكيه في مريض تشيست معناه ايه؟ ها المرض بتاعنا بايلاترال. حاجه كمان بس طبعا اون ريكويست المفروض المسافه بين التريكويد والسوبرا ستيرنال هنا الاسترنال دي تكون تقريبا 3 صوابع 5 سم هنا يا دوبك واخد صباع واحد يعني يعني شورت تريكو ستيرنال ديستنس. It is the surest sign for barrel-shaped chest. والله العظيم عنده barrel-shaped chest. المسافة دي صغيرة. الحاجة الثالثة لو أنا حطيت صباعي كده قلت له خد نفس بياخد نفس حاجة بتخبط في إيدي هذه اسمها tracheal tag. وهذا tracheal tag مع النفس ليه؟ هو عنده COPD فلما بيجي ياخد نفس الدافرام بينزل ويشد على اللنج فالتراكيه تبدأ تخبط في إيدي ها فدي حاجة اسمها tracheal tag with respiration مع COPD. طب الشاطر يقول لي tracheal tag with pulse بتحصل مع الاورتيك انيوريزم تمام اوكي رايح يا طبعا البالبيشن احنا بدانا البالبيشن بتاعنا ب 100 بي فحصنا التراكيا بعد كده نفحص بقى الاشياء الاخرى تندرنس تي في اف تزييق اللي هو البالبر لويز تمدد اللي هو التشست اكسبانشن يلا نعمل تندرنس همشي اريا باي اريا ها اريا باي اريا اهو سوبرا ميموري مع سوبرا ميموري وعيني في عينه اللي انا مش شايفها يعني عشان لو في تندرنس ها بعد كده ميموري مع ميموري انفرا ميموري انفرا ميموري ارفع دراعك فوق ابر لاترال ابر لاترال لور لاترال لور لاترال تمام عايز اعمل تي في اف نفس وضع الايد هو بس اخليه يقول ايه 4 4 يلا قول 4 4 ما 4 ما 4 ما 4 ما 4 ها انا بشوف التي في اف دي حاله سي او بي دي ايه اخبار التي في اف ايه كل امبوت تايبس الناحيتين زي بعض نفس وضع الايد هو هو بس اقول له خد نفس جامد وانا اظن حضرتكم سامعين ها في اكسبيرات ريفيجن سامعين وانا حاسس بعض تحت ايدي وده مسموح طبعا مع حاله ايه؟ سي او بي خد بالك تندرنس وتي بي اف وتزييق نفس وضع الايد بس تندرنس عيني في عينه تي بي اف والاربعه اربعه تزييق خد نفس جامد ثم تشيست اكسبانشن من الفرنت اهو خد نفس عم خد نفس لاخر حاجه بص مفيش حركه يعني عنده ليميتيشن اجي هنا بص باخد فوق كده واقول له خد نفس خد يفتح شويه ما بيفتحش ليه؟ دي بايلاترال ليميتيشن حتى في الانفرا ميموري باخد فولد كده ما بيفتحش يبقى في بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن يبقى هذا المريض مريض سي او بي دي ادفانسد سي او بي دي عنده بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن. لاحظوا حاجه ان انا بنيم العيان بعمل اكزامينشن للفرنت كله في سؤال اوسكي كده اكزامين تشيست فروم فرنت يبقى انت بتعمل انسبكشن من الفرنت بتعمل بالبيشن من الفرنت بيركشن ثم بعد كده تعمل اوسكالتيشن يعني خمس دقايق هاجي اعمل بركشن لما تيجي تعمل بركشن هنا ها الكلافيكل مع الكلافيكل اهو الكلافيكل هنا مع الكلافيكل هنا العظمه بتعمل لها دايركت بركشن انا يا دوبك صابعي بس بتثبت الاسكيل انا مش بخبط على صباعي هنا ها ثم انفرا كلافيكولر كله لايت بركشن ها بعد كده ادي الاسترنال انجل يبقى ادي السكند مع السكند وانزل كده الثيرد عشان ما اتلخبطش مع الثيرد هنا الفورث هنا ممكن اطلع لبره شويه ابعد عن مين؟ عن البير اريا اوف ضغط في الرابع والخامس
وارجع تاني لغايه لما اوصل الهباتك دكتس. بس ممكن ان انا يعني في كذا حاجه هقولها. ممكن ايه؟ ان انا اجي من الاول خالص اعمل هيفي بركشن واطلع الهباتك دونلس فين عشان ابقى عارف انا هقف عند مين. انتوا ملاحظين كل ما اجي هنا في تندرنس عشان ده الليبر يعني عنده كونشيسنس. الحاجه الثانيه في بعض الناس بتعترض ايه؟ ان انا ماشي هنا في الميديكلافيكولر يقول لك طب ما تمشي هنا برده في الميديكلافيكولر ما تطلعش بره. ممكن تمشي يعني مش قضيه تطلع ما تطلعش مش حاجه. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها اصلا الايديال بركشن انك تعمل الميد لاين دايركت بركشن لانه عظمه ثم الباراستيرنال باراستيرنال باراستيرنال في كل بص اريا او سوري سبيس باي سبيس لاين باي لاين يعني في كل اللاينز بتاعت الجيست اللي احنا شرحناها في النظري هتقعد تعمل لها بركشن ايه؟ هتقعد تعملها كده في كل سبيس في كل سبيس تعمل بركشن بس بقت حياتك كلها عباره عن ايه بس؟ عباره عن بركشن فقط. مش انت عايز تقولي كده؟ ابعد بره شويه عنها. اه في ناس تقول لك لا خليكي في الميد كلافيكولر مش هنتخانق يعني خلاص؟ عايز اعمل اللاترال وول اخليه يرفع دراعه لفوق يوسع لي المكان. اول سبيس تحت الاكزيلا هو رقم اربعه اهو. وهو برضو باي كومباريزون وهكذا. اهم سؤالين على الاطلاق ها بير اريا وتروبس اريا. احنا قلنا بير اريا يعني ايه؟ اريا اوف ذا هارت كفرز باي ذا لانج موجوده فين؟ في ليفت فورت وفيفت انتركوستال سبيسز فروم ذا ليفت بوردر اوف ذا سترنم تو ذا ليفت باراسترنال لاين. لما نيجي نعد كده مكانها ادي السترنال انجل يبقى ادي السكند ادي الثيرد ادي الفورت وادي الفيفت. هاجي اعمل لها بركشن الكلاسيكال يعني ان انا اجي من بره لجوه. لايت ولا هيفي؟ لايت. ليه من بره لجوه؟ عشان ابقى بارل تو ذا بوردر. في ناس تقول لك من فوق لتحت دي اولترنت تنفع؟ ممكن برضو اجي كده من فوق لتحت مفيش مشكله من بره لجوه او من فوق لتحت مش هنختلف يعني. طبعا هي هنا ريزونانس هي نورمالي تبقى ضال كونها ريزونانس ده دليل ان هو عنده ايه؟ حاله سي بي دي عنده طبعا انفيزيشن. نيجي للتروبس اريا. التروبس اريا اريا اوف ذا تشست اوفرلاينج فاندس اوف ذا ستومك ويتش كونتين اير بابلز عشان كده تبقى ايه؟ هتبقى تمبانيك ريزونانس. طب مكانها فين؟ يلا نعد بقى. ادي سكند ثيرد فورث فيفث في الميد كلافيكولا. انزل مايل كده 6 7 8 9 ميد اكزيلري 10 11 كوستال مارجن ميد اكزيلري 6 7 8 ميد اكزيلري هي المكان ده. رفلي كده لو جبنا ايد العيان اليمين وحطينا كده الفامب على الميدل مكان ايده هو التروبس اريا بتاعته. انا هاجي من النص بتاعها عليها تمباني كريزمس اطلع لفوق. لو في ضنس جاي من فوق يبقى عندنا بلورال افيوجن. لو في ضنس جاي من تحت يبقى عندنا اسايتس. لو في ضنس جاي من على اليمين يبقى في عندنا هيبات وميجالي. انا جاي من على الشمال هيبقى في معانا ايه؟ يبقى في معانا سبلين وميجالي. يبقى انا لازم اشوفها في كل الاتجاهات فوق تحت يمين شمال. مفهوم الكلام؟ بعد كده نسمع. هنسمع فين بقى؟ هنسمع اريا باي اريا. تحط السماعه في كل مكان اريا باي اريا. واتفقنا لما نيجي نسمع هنعلق على اربع حاجات اير انتري بريث ساوند اديشنال ساوند سو فوكال ريزونانس. هنسمع فين؟ نفس المناطق سوبر ماماري مع سوبر ماماري 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 انفرا انفرا ابر لاتر ابر لاتر كله باي كومباريزون لور لور. وفي ناس والكلام يعني مظبوط جدا يقول لك ابدا الاول اسمع بالكرونيك زيسمس. ماشي ممكن احط السماعه هنا في الكرونيك زيسمس واقعد اسمع سبيس باي سبيس. لما تيجي تعلق على الاير انتري في اي مريض تشيست تقول لي دامج الاير انتري بس دي حاله سي او بي دي هتقول لي دامج دي ايه؟ باي لاتر. هتيجي تعلق على البريث ساوند نوع التنفس هنا ايه؟ طب في اديشنال ساوند ممكن تسمعها بروكاي. تسمعها فين؟ باي لاتر جنرالايز انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ بس مين اكسبيراتوري وتشينج باي كاف لان في ايه؟ سكريشن وبوليفونيك سونرس وسيبلان. واظن طبعا اتكلمنا على الحاجات دي كلها بس وضع السماعه مهم. ما تمسكليش لانج كلها تسمعها وبعدين تقارن بالثانيه لا لازم تقعد تقارن ايه؟ اريا باي اريا. ده انا مش عايز اعقدك كمان اقول لك سبيس باي سبيس خليها حتى اريا باي اريا. ماشي كده الحال؟ بعد كده هنفهم حاجه. قول اربعه اربعه مره بصوت عالي ومره تشويش. ال مش عارف يا عم ده جاب ظهرك بس. الدكتور بتاعي انا بص معايا انسبكشن في حاجتين باينين في الشيب
احنا عندنا في زياده في الانتر اوبسيريور دايمتر عامل شويه كيفوزس هنا ماشي. الحاجه الثانيه في هنا ايه؟ شويه سكارس. السكارس دي عباره عن ايه بقى؟ السكارس دي عباره عن كوتريزيشن. كانوا زمان اي حد عنده اي حاجه يعملوا له كوتريز، واخد بالك؟ طبعا لا بيقدم ولا بيأخر، لكن كانوا بيعملوها له. فدي بس السكار بتاعتها. باي انسبكشن بص لي كده على الحتتين دول كده، هو بياخد نفس نفس جامد كده. الدخله اللي جوه دي اسمها بوزيتيف ليتن ساين. ده معناه ايه؟ الدفران في الحرق. يعني هذا المريض ما عندوش لا دفراجماتيك باراليز ولا بلورال ديفوجن. اوكي؟ الحاجه اللي بعد كده كمان عايز اعمل بالبيشن. لما اجي اعمل التندرنس انا مش هشوف وشه، فاقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له لو في وجع قول لي. فهاجي اعمل هشوف كده، احط ايدي هنا مع هنا، ولو في وجع قول لي. سوبرا سكابلر سوبرا سكابلر، انتر سكابلر انتر سكابلر، انفرا سكابلر انفرا سكابلر. عايز اعمل تي في اف نفس الحاجه، بس اقول له قول 4 4 ما 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 تمام. عايز اعمل بالبابل ويدز، خد نفس جامد. طبعا هي صعبه من الباك شويه لان العضلات هنا ايه؟ بتكون ثيك ماسلز. عايز اعمل تشيست اكسبانشن من فوق، بعمل كده. دي مش مشهوره قوي يعني، اقول له خد نفس. من تحت مهمه جدا، هاخد فوق كده واقول له ايه؟ اقول له خد نفس ما بيفتحش معايا، يعني عنده بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن، يبقى كده بالبيشن للباك. عايز اعمل بيركشن، بيركشن للباك از ستارتد باي بيركشن اوف ذا كرونيك زيس. الكرونيك زيس مثلا عندنا هنا الكلافيك اللي قدام والترابيزيوس ورا، تعالى ايوه الكلافيك اللي قدام والترابيزيوس ورا وروت اوف ذا نيك ميديالي. بناخد الميديال 2 ثيرد اوف ذا كلافيكل قدام، وبناخد الميديال 1 ثيرد اوف ذا سباين اوف ذا سكابيولا ورا، وهنوصلهم ببعض كده يبقى اللاترال بوردر. من الاسترنو كلافيكولر لغايه سي 7 يبقى دوت الميديال بوردر. انا هاجي من جوه لبره كده. الناحيه الثانيه اهو، هاجي من جوه لبره. تمام؟ بعد كده بعمل الباك هيفي بيركشن لانه فيه ثيك ماسلز. سوبرا سكابيولر انتر سكابلر ممكن اخدهم مره كده واحده او اثنين، ثم انفرا سكابلر. ممكن اجي اعمل الانتر سكابلر ده سبيس باي سبيس. طبعا انا مش حاسس السبيس ده، لان العضلات هنا ايه؟ ثيك ماسلز. ثم بعد كده اوسكالتيشن سوري، حتى ممكن السكابلر تخبط عليها كده مباشره دايركت بالكشر. ثم اوسكالتيشن سبيس باي سبيس او اريا باي اريا، وانت ماشي نفس الكومنت بتاعك هو نفس الكومنت اللي بتعمله من الفرنت هو اللي بتعمله من الباك. ماشي كده الحال؟ يبقى انت حتى عندك سؤال بص اكزامين تشيست فروم فرنت واكزامين تشيست فروم ذا باك. تمام كده؟ ماشي الحال؟